فضيلة الشيخ وفقكم الله، من سافر إلى جدة من أجل العمل ونوى أن يعتمر بعد انتهائه من عمله، علما أنه لا يستطيع أن يلبس ملابس الإحرام قبل ذلك، حيث إن لديه اجتماعات ولقاءات بعد وصوله إلى جدة، فمن أين يحرم هذا؟ هو لابد يحرم من الميقات، لكن إن شاء أحرم أول ما يمر الميقات ويؤدي العمرة ثم يذهب إلى جدة، يلبس ثيابه ويذهب إلى جدة، وإن شاء ذهب دون إحرام وراح الجدة وخلص أشغاله ثم يرجع للميقات الذي تعداه يحرم منه، يرجع للميقات الذي تعداه فيحرم منه. نعم.